قتل 23 شخصاً وأصيب أكثر من 130 آخرين جراء حريق وقع في مصنع في شمال الخرطوم نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز بحسب ما أفادت الحكومة السودانية. وتصاعدت أعمدة دخان كثيف بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة السيراميك في منطقة صناعية في شمال الخرطوم، وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث. كان في تنكر بغزي في التناكر تحت الغاز بتاعت المصنع، وحصل الانفجار نتيجة لعدم التوصيل بالأرض أو لخطأ فني نحن حنعرفه بعد ما تيجي المعامل الجنائية. لكن السلام مبدئياً نحن نقول خطأ فني حصل في التفريغ بتاع التنكر، أدى لأنه انفجار التنكر وطيرانه خارج المصنع وأدى للإصابات والمقتل في انفجار التنكر. والله أصل ما عرفنا أي حاجة، يعني أصل أنا جايين من الجوا سميت صوت بالدمل بوم، أنا جاري وفي واحد وراي لابس جلابية بعض ده أوك شديد، لكن أجي أوك وراي وناي جرن لي برا. والله أنا كده 14 جثة دل طلعناهم بنفسي، يعني 14 ده أنا طلعتهم بنفسي، 14 جثة دي مهروقة تمام، مهروقين بخاص خاص، جثة واحدة بس لقيناها حية بالشهوة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن الضحايا نقلوا إلى عدد من المستشفيات في المدينة، وأعلن التلفزيون الرسمي وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، بينما ذكرت مصادر طبية أن القتلى والمصابين موظفون من جنسيات مختلفة وبعضهم من مصر والهند وأفغانستان. وبحسب المعلومات الأولية التي تم جمعها في المكان فإن المصنع كان يفتقر إلى معدات سلامة وفقاً لبيان الحكومة السودانية.